قلنا نعملوها قولنا اللي هي الدبرة. تلقانا نخمو على الكوجينة عشمو باش ندبرو نعاونوكم بيان سور مع الشيف هي بالشيبي كما كل نهار في خزرت لي هكا على النور هي فورما وي لاباس عليك الحمد لله. هاي قولي عزيزتي سافا الحمد لله به اليوم كالعاده ندور نشوفو كوجينه تونسيه خفيفي عملنا طاجين بنارين هي وما حاجه خفيفه سلة دو غي سلة روز بي انا واش نستنى طاجين بنارين خاطر هو علاش تسمى طاجين بنارين ما بتعرف خاطر نار لوطه ونار الفوق بي يعملوها بال بالفخار تي في وسط الفخار وتي مع الكانو يا في وسط الكانو اي في وسط ال على الكانون مع الكانون ولا على الكانون هي في الاصل اصل كانون وفي حاجه فخار صحيح بالضبط ومن الفوق يعاودوا يغطيوا في الفوست في الاخر بالكل نحطوا نار من فوق معناها الفحم واحد احنا توا في الوقت هذا في السخانه هذه كيفاش نعملوا بوناري اول حاجه قبل ما نبداو نخدموا الطاجين ثم حاجه ما عرفوهاش بتتر الناس الكل كي ناخذوا الطنجره الفخار نتاعنا ما نستعملوهاش ديريكت باش نفخوه في الماء الاولانيه اي نفخوه في الماء تقعد 10 سوايع منفخه في وسط الماء ولا تبات ليل صحيت 10 سوايع دبر راسك في الليل في النهار ليسونسيال 10 سوايع بعد تخرجها تدهنها بالزيت وتحطها في الفور 180 درجه 3 سوايع وحدها هكاك فارغه فهمت سهيله يا شيف باش ما قدر الله سبحان الله ما ترشخلوش ولا حاجه فهمت اونيفيت الحكايه هذيك ومن بعد اكل قله واكل فخار توست كيف فخرت فخرت جانا احنا توا باش نستعملوه في العجي العيد ان شاء الله صحيت نحضروا دوزينا فيها بيس بالضبط داكوغ عليها ساعات تكسر في ساعه دونك ما تعملش لازم هذوما صحيت لازم هذوما تخدمهم باش تقعد لك خاطرك لازم معناها خاطر فهمت وي الوغ شايف نجيو للطاجين نبداو بالطاجين نتاعنا قبل هو الطاجين البنارين هذا معروف على اللحم العلوش احنا ديما نقولوا كل قدير وقدره معناها نعملوا لحم العلوش باه هو انا عملته بالحم العلوش ما تنجمش تعملوا بزدر تاع دجاج ثم شكون يعملوا بالكبده كهو ثم شكون باللحم يزيدوا الكبده اللحم العلوش يزيدوا الكبده كل واحد وكل مقدار باه دونك شو عندنا اليوم عندنا اللحم تاع العلوش مع فرماج نامبورت كيل فرماج فهمت تحب تنوع تحب تحط ثلاث انواع تحب تحط زوز تحب تحط انت واش عندك وعندنا بطاطا مقليه وعندنا معدنوس وعندنا بصل وعندنا الفحات نتاعنا بطبيعه سيل وبوفر وكركم وهروس وكل الحكايات وعندنا جلب انا عملته بجلبانه تم عبيد تستعمل الحمص ولا اللوبيا اما انا عملته بجلبانه اليوم حتى اللوبيا يجيب وعندنا بيوري نتاع طماطم كيفالون مغرفه كبيره معناتها ماهيش معبيه هيك وعنا العظم نتاعنا اول طريقه اول حاجه باش نعملوها ساعه باش ناخذ المخله نتاعنا باش نحطوا فيها زيت زيتونه مع البصل هذه مع البرد نحطوها على البرد ما نحطوش طول على النار فهمت نحطوا زيت زيتونه مع البصل نحطوا مع اللحم نحطوها على النار تقليها لمده 5 دقائق باش يسيبك الماء نتاعو باش نعمل باش نزيدوا كطماطم هذيك مع الفحات الكل اللي عندنا الملح والفلفل الكحل والهروس والكركم الطماطم باش تزيدها فوق اللحم نتاعنا كي تقلها نزيدوها طماطم كونسنتري خلطوها من با هي مغرفه قلت كيف تعمل مغرفة. لك التختوخ المزيان هذاك هو التختوخ باش نحكي عليه ديجا لازم حد كتيب لازم يقعد فيها التختوخ باش سايب بعد البنه نتاعو بيان سور دونك باش نحطوا الطماطم ونحطوا الفحات في الفلك حل نحطوه في الاخر خير ما نحطوش من الاول ما يسالش دونك نحطوا الملح في الملح يا ربي وكركم والبابريكا والهروس وكل واحد يحب يحب الهروس حاره يحب كل واحد شنو يحب اما له لازم بنارين يجي احمر طاجين فهمت ونحط معاهم الجلبانه بعد شنو نعملوا بعد ما يتقليو كل شيء هذيك تيب اللحم تاعنا والبصل والجلبانه باش نحطهم في صحفه على جنب ونخليهم ناخذوا صحفه ونحطوها على جنب ونخليهم ونحطوا فوقها المعدنوس هكيكه ما تاع البير دونك شنو نعملوا ناخذوا واحده الفخار نتاعنا نحطوا فيها البابي كويسون من اللوطة من الفوق نحضرها نحطها على شيرة واحدة ونخليوها على جنب دونك نمشيو نشعلوا الكانون ومن بعد نرجعوا للطاجين نكملوا البطاطا نحطوا معها البطاطا المقلية ونحطوا معها الفرماج كما قلنا أي فرماج عندك وتخلط مع البصل ونفقصوا العظم تفقص شو ديما تتبع معناها تشوفوا تتبع
حارتين حارتين وزوز ثلاثة حيار احنا وال انت والكونتيتي نتاعك ماذا بيك ما يكونش شيء بس معناتها لازم يكون جاري شوية باش من بعد يشد روحه فهمت. وبعد نصبوا معناتها بعد ما لفينا الفخار بتاعنا بتاعنا نحط بابي كيسون من الجناب وكل شيء ومن اللوطة نحطوا نصبوا الخليط نتاعنا ونحطوه فوق الكانون. وبعد كي قريب كي تحسوا قريب باش يطيب تاخذك البول اللي حكينا عليها قبيله عفيفه انا وياك فوق الفحم كي قريب يطيب تنحك الخطام تاع الفخار وتغم وتحط البول بالفحم هذيك وتخليه يطيب في عقله سله سله. وذا هو طاجين بنادين ما في حد شيء سهل في ساعه في ساعه بنينه. تو عنا سلطه الروز سلطه الروز احنا في الدار ديما نعملوا بروس طريقتك انا في الدار ديما نعملوا بروس بسمتي فهمت جبنين بصراحه نوعيه الروز اللي يبدا الروز تاع الريجيم انا قصدي الجويد برشا صحيت والحبه الطويله هذيك ايوه دونك اول حاجه نعملوها باش نغسلوه خاطر فيه برشا نشا تغسل ولا تغسل تغسل جوست اي تفات نفخه روحها ما لازمك تشليها هذيك تحب نفخه خليه باش ينقص يجيب لي فيسع اما لازمك تشليها نتاع 3-4 مرات تشلو فهمت فوالا يتيب من با من با من با 4 دراج ماكسيموم 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 هذا كان طارت بطبيعة تخليه والا ولا لا نصمتو 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 كهو نصمتو في بيان سور كيلا روز عليها زوز ماء اي صحيت كيلا روز عليها زوز ماء في البارد مع بعض صحيت تخي بيان نحطو يغلي على روحه من بعد ما يغلي بطبيعة عشان صافيه نحطه على جناب دونك شنو باش نعملو عنا المايس عنا الجامبون عنا الفبر العبيد ثم شكون يعمل حب كبار زادا فما الطن بتبيع ذي حاجة ما نستغرمش على الجملة ليه فخماش بتبيع وجامبون قلت لك وكهو برسك أنا قلت لك نحطو فما عبيد تحب الكبار والمالح فما عبيد لي أما الحاجة تذوما دو باز ليه في البر العبيد والمايس والجامبون ولون محليه يبدأ صحيت ومبعد ما فيها شيء جوست زيت زيتونة وملح فلفل أكحل هذيك هي باش تفوح بها كهو وتجيب لينا على الاخر معناها ما فماش ما اسهل منها هكا واضح الرسات نتاعنا اليوم ان شاء الله تعجبهم خفيفه بلوس ما نقفوش برشا على الكوجينه تاجين بنارين والله ننصح به هنا ان شاء الله العيد قرب دونك من لي غوسيت اللي نجموا يتعملوا ايام العيد مزيانين اما نهار العيد ولا ثاني عيد ان شاء الله وكما قلت شايف دونك نجموا كل قدير وقدروا معناها الطبيعه ما شنو مش لازم باللحم احنا نجموا بالدجاج ويجي خفيف بالدجاج الطاجين محبوب برشا انا الدجاج عجبني خير من اللحم الحق بنين بربي فيحش في الدجاج تفوح بالطيب الكرويه ولا تعمل جوست ملح فلفل اكحل كركم اكاهو شنو هذا فاش تحكي ساعه في الطاجين في الطاجين ليه نفس الفيح ياخذ كيما هو معناها ديما طيب الكرويه ليه ما قلناش كرويه احنا قلت ملح فلفل اكحل كركم وهروس وكهو فوالا ما تكثرش برشا وكان انت عندك حاجه في مخك ما تحب تزيدها وتعرفها تبرر لك تنجم تزيدها وي ثم عبيدك اللي فما عبيد في كل ماكله تحط مثلا طرف قرفه مثلا وي فما جنزبي كل واحد وشنية معناتها ثم حاجه تحسها تنجم تستغنى عليها معناها فهمت وكهو فوالا نفس الفيح يقعد جوج نبدلوا الحمام بتاعنا وكهو وبيدو سافا ماشي الامتحانات سافا نبدا نعدي ان شاء الله اليوم بالتوفيق ماشي الامتحان ان شاء الله ربي يوفقك وينجحك زيدا شوف اي بشيبي نشكرك برشا يعطيك الصحه ميرسي بوكو ايوتا محلاه اليوم خفيفه نضيف الدبره نتاعنا في انتظار بعد شويه باش نمشيو للمرشي مع رمزي خلينا نقضيو قضيه التاجين وقضيه بيان سور سلطه اليوم ونجم نزيدوها سلطه خضراء سلطه بالطبيعه كل واحد اسمه حتى بصل وطماطم تعمل بها في السلطه سي فغي انت الخضره اللي عندك معناها في الدار تعمل بها السلطه تو نشوفوا من بعد مع رمزي في المرشي خضرتنا لكن خلينا نكملوا مع الموسيقى